نماذج من معاناة الطفولة في مدينة تعز، عرضتها اليوم عدد من المنظمات المدنية في مؤتمر صحفي تحت شعار طفولتنا تحتضر. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. واقع الطفولة في تعز يشهد ظروفا قاسية في ظل تواصل المواجهات واستمرار الحصار على المدينة. تحت شعار طفولتنا تحتضر، نظم عدد من المنظمات المدنية في تعز مؤتمرا صحفيا عرضوا خلاله جزءا من معاناة الأطفال في المدينة التي ما زال الحصار يفتك بناسها وأطفالها الذين حرموا من أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والحياة الآمنة. نعنا حتى من الأكل والشرب، إذا خرجنا للبحث عن شيء نأكله ونشربه أيضا نموت، وإن قررنا البقاء في المنزل أيضا نموت. نزحت من منزلي بسبب القصف المستمر والمنطقة الخطيرة. أتمنى العودة إلى منزلي، إلى حارتي، إلى أصدقائي. الاقتتال في تعز خلف حتى الآن وفقا لشبكة رصد محلية أكثر من 200 قتيل من الأطفال ومئات المصابين والمشردين والنازحين، فمعظم الأطفال اليوم يعيشون وضعا إنسانيا صعبا ويلجؤون للعمل بغية إعالة أسرهم وجلب الاحتياجات اللازمة من متطلبات العيش، وكل ذلك تحت ظروف الخطر. خليل القاهري، التلفزيون العربي.